مؤخرا صارت وياك وقعتك واصابه اكسك قبل احد المسرحيات. نعم. انا قالوا لي يعني بعيد الشر شفت الموت بعينك بهذيك التجربه. شو صارت؟ ما اتذكر يا عرض، بس يمكن هو الشرطه والمجانين اعتقد. نعم. قبل العرض احنا قاعد بغرفتي انا وعيني على الممر. عفوا. استاذ ثامر الشطري تحياتنا له، قال اخوان جاهزين؟ جاهزين قبل 5 6 دقائق هيك. احنا جاهزين لابس جداشتي يعني، جداشتي كانت طويله كلش عندي وخبب عريضه. ما شخصية اي للمسرح. فقلت يا الله قمت امشي، مشيت اكو عندنا ولد سمين كلش سمين. فللطافه متمدد بالممر، ما ادري قلت له دو اخر دا صعدت فوق بطنه هيك يعني ماكو تتش سويت له، سويت له تتش وكان اعثر بدشداشتي على شو اسمه حماني اكو عمود هيك لو افلشه براسي. طبعا هاي طولة ثانيتين واحد اثنين الوقعه والمهرج كلها لو احمي نفسي بايدي من هذا العمود حتى اوخر. فانتجيت على الصبابه صارت كلها بعكسي. يمكن الناس دا تشوف الاثر ما اعرف تشوفه ما تشوفه، هذا يعني كله مرعب بلاتين. والشكر موصول الى الدكتور محمد سعيد بمدينه الطب. شو كنت حسيت على نفسك بعد الوقعه؟ لحد ما وصلنا للمستشفى لانه انا ما اعرف شنو وما اتذكر شلون ركبت شلون مشيت شلون قمت، بس كل اللي اعرفه انه ايدي هاي مفروره كلش هيك بعد اكو فره بحيث اشوف راح تيدي من الجهه الثانيه هيك فد شيء ما اي تجاوزه. صدق الله يساعدك، مو سهله التجربه. بفتره يعني تعافيك انكشفت لك وجوه ناس حقيقيه، ناس انتظرتها تسوي لك الواجب وما سوت؟ هذا اذا نم عن شيء ينم عن ذات الشخص يعني. معدنه هو يعني يريد يجي يزور يريد ما يزور. بس في مثل اكو يقولون عندنا بالعراقي كل شيء دين، حتى دموع العين. تبكي علي لازم ابكي عليك، تزورني ازورك. هذه بدائيات يعني ما يراد لها. ثانيا الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بزياره المريض. نصف شفاءه هو ان يشوف ناس هو يعني اكو فلانين ما زاروك؟ نعم أكو نعم اكو اكو ولا وصلوا لك ولا اي اكو ما اكو ما خابروك حتى اكو اكتفوا بالتليفون. شكرا لهم. شكرا.